الفائز بالجائزة الأوروبية للرواية لسنة 21 إنه أمين بن عيسى المعروف في عالم الكتابة بلمين الغزي، والرواية الفائزة هي زندالي ليلة 14 جعفي. لمين الغزي هو أستاذ تاريخ وجغرافيا مقيم بفرنسا، وهو كاتب كلمات الأغنية التي اشتهرت أثناء الثورة كلمتي حرة. ليلة 14 جانفي هي الليلة التي عقبت مغادرة بن علي البلاد بعد أسابيع من الاحتجاجات الشعبية. الرواية توثق لهذه الليلة التي تكونت فيها لجان حراسة للأحياء، وتصور أفراح مجموعة من التونسيين ومخاوفهم من التونسيين خارج الدوائر الرسمية للسلطة. كل هذا في مشاهد مليئة بالشاعرية والفكاهة والوقاحة واختلاط الخيال بالواقع. وفي الرواية 16 شخصية تتوزع بين المشاهد المختلفة، فهي ذات بنية متشظية، وهي في تناظر تام مع الثورة التي تتحدث عنها. فالرواية بلا بطل، كما أن الثورة التونسية بلا زعيم. وقد أزال الكاتب الحواجز بين العربية الفصحى والدارجة، لا في الحوارات فحسب، بل داخل الجملة الواحدة. عنوان الرواية زندالي يحيل إلى أهاني السجون بتونس، ويبسط ظلاله على الرواية التي تتعدد فيها مشاهد الرقص وشرب النبيذ. وهذا العنوان يطرح جدلية القيد والتحرر وتعقد مسألة التحرر. هل نتحرر بالخروج من السجن، أم أننا نبني سجنا آخر إذا تحررنا؟